نظام غريب جديد، هو يعتبر رقم واحد في العالم دلوقتي، ناس كتير جدا بتتكلم عليه، واخد شهرة فظيعة، ليه جروبات وصفحات كتير ناس بتخش عليه وتعمل تحديات، وما شاء الله في ناس خست عليه بطريقة رهيبة، وخسوا اوزان مع وجود حالة صحية كويسة، ومع ان هما قادرين يكملوا عليه لحد ارقام غريبة، لحد 30 و40 كيلو، اكنهم بالظبط عملوا عمليات. يا اهلا وسهلا بيكم، كل عام وانتم بألف خير وصحة. خلاص ايام رمضان داخل علينا، الناس كلها ما شاء الله بتتكلم عن رمضان في حاجات مختلفة، خاصة الستات بتوع الطبيخ او الناس الشفات، وما شاء الله متوصيين بينا توصية صح يعني، وهذا غير منبئ بالخير يعني، اللي مش حابة تدخن في رمضان. عشان كده انا حابة ان احنا ناخد رمضان كانت فرصة حلوة جدا للناس اللي عايزة حقيقي تفقد وزن زائد في جسمها، تحسن شكل جسمها، تحسن صحتها قبل كل شيء، لان انا ما بحبش فكرة ان احنا بنخس عشان نخس. لو الانسان هدفه وزن رقم على الميزان او رقم من الكيلوات يفقدها، هيؤدي ان هو ممكن يترهل، ممكن صحته ما تبقاش كويسة، ممكن يقعد فترة وبعد كده يقلع عن النظام الصحي اللي هو ماشي عليه، وبعد رمضان يرجع تاني مليان. عشان كده انا شايفة ان هو هيبقى فرصة كويسة ان احنا نجرب نظم صحية كويسة 30 يوم، تقدري تكوني وقتك بميعاد، الاكل اصلا بمواعيد، وقت الفطار، وقت السحور، وفي النص مثلا وجبة، وهكذا. فالانسان يخرج من رمضان محقق نجاح ومحقق حاجة تخليه يكمل بعد رمضان كشخص متفائل وسعيد ويعني مقبل على الحياة. خليني قبل كل شيء اقولك حاجة، اقولك ان في انظمة كتير جدا، وانظمة هتلاقوا كمية ناس عاملة فيديوهات، هتلاقوا كمية مقالات نازلة في المواقع العامة والمنتديات وصفحات الفيسبوك والانستجرام وهكذا عن نظم كتير. بس هو الفكرة اني انا بحب الناحية الواقعية، وبحب ان انا لما اقول حاجة اكون لا طبقتها، يا هطبقها يا هكون معاكم في الموضوع. عشان كده انا هكلمك النهاردة عن نظامين، نظام منهم انا طبقته قبل كده وبيفيدني، وهو يعني شبه انا اللي عايشة عليه بشكل عام، ونظام تاني قعدت كتير جدا اقرا فيه وكلمت مع ناس طبقوه وشفت كل حاجة ممكن تتخيلوها عنه، وان شاء الله هطبقه في رمضان، وهيكون ده التحدي بتاعنا بشكل يومي. عايزاك تشوفي الستوريز على اليوتيوب، عايزاك تشوفي الستوريز على الانستجرام، ولو انتوا على الفيسبوك كمان يا ريت، هكون معاكم كل يوم بنتكلم عن اكل اليوم ده، عملت ايه وكلنا ايه وهكذا. ان شاء الله بعد رمضان هتكون بقى التحدي خلص، هقول انا وصلت لايه وانت وصلتوا ايه، يعني حاجة متفاعلة جامدة جدا. فعشان كده قبل كل حاجة اعملي سبسكرايب ولايك للفيديو عشان تكوني معانا في الفيديوهات الجاية وفي التحدي طول شهر رمضان. انت هتشوفي الفيديو من دلوقتي لاخره عشان تحددي بالظبط انت هتمشي على ايه وهتعملي ايه، وشوية تيبس اند تريكس وشوية حاجات هتساعدك على تطبيق النظام ده. فخليني الاول ابدا بالنظام اللي انا اعتبره الاخف، ويعني مش هنصح بيه كل الناس، بالعكس انا حباكم تعملوا النظام الاقوى، ولكن للمعرفه عشان في ناس مش هتقدر تطبق النظام التاني، وهو النظام العادي بتاعنا اللي هو تقليل الاكل مع التنسيق في عدد الكالوريز، ان انت تكوني مركزه اكتر انت بتاكلي قد ايه والكالوريز. ده النظام العادي خالص، كل اللي مطلوب منك انك هتعملي شبه دايت، هتكوني مركزه انا باكل في اليوم والله مثلا بفطر على الفطار نص كوباية خشاف او تمرتين او ثلاثة مية، بعد كده الوجبة مثلا 4 معالق رز مع حتة فراخ مع حاجات تكون دجاج يعني اغلبها مسلوق وخفيف، مع مثلا لو هتاكلي حاجة مسكرة ولتكن قطعة صغيرة او قطعة بسبوسة صغيرة، اي حلوة صغيرة، والشاي او القهوة او النسكافيه يكونوا من غير سكر او سكر صناعي، والسحور هكذا زبادي بقى وشوية مثلا فول مع ربع رغيف عيش او نص رغيف عيش خبز. يعني النظام ده موجود وكده، وانا ده شبه يعني عايشة عليه او دايما مركزة فيه، ان انا باكل حلويات بس بستعوض عن يعني باخد السكر دايما في الحلوة مش في المشروبات، وفي المشروبات يا بستخدم محليات صناعية او بشربها من غير سكر، انا بحب اللي هو الاسبريسو والشاي بدون سكر، عودت نفسي على كده وخلاص، وببقى مستمتعة. الاحساس الحلو اصلا مع الحاجة الممررة او المززة بيبقى لطيف، ويعني المزاج من الاخر. انا بحب النشويات عادي، باكل نشويات بس مقننة، باكل الاكل العادي بتاعنا بس الكميات قليلة وهكذا.
حلو النظام ده، اه حلو جميل ده، عايشة عليه اغلب عمري، مركزة في اكلي، باكل سلطات وفواكه يعني الصحي، وده يعني ينفع جدا لايف لونج، يعني انسان طول عمره يعيش عليه، ولما النظام التاني تخلصيه او تحبي تستريحي منه بترجعي للنظام ده، مش بترجعي لاكلك العادي. فانا انصح بيه البنات اللي هي حابه بس تقنن اكلها او تبقى مركزه. مطلوب منك انك تركزي في عدد الكالوريز بتاعتك، تشوفي بتاكلي كالوريهات قد ايه. الانسان الطبيعي بياخد من 1200 ل 2000 حسب حرقك، وهنمارس رياضه خفيفه 20 دقيقه في اليوم في رمضان لان الوقت ضيق، بس لازم تمارسي ان شاء الله. حتى مشي قبل الفطار هيساعدك ان انت تكوني جسمك صحي وجميل وبتفقدي وزن بدون ترهل. خلينا بقى خلاص، ده النظام العادي لكل الناس بتمشي عليه عامة. انا عايزة اكلمكم النهاردة على نظام تاني خالص، نظام غريب جديد، هو يعتبر رقم واحد في العالم دلوقتي، ناس كتير جدا بتتكلم عليه، واخد شهرة فظيعة، ليه جروبات وصفحات كتير ناس بتخش عليه وتعمل تحديات، وما شاء الله في ناس خست عليه بطريقة رهيبة، وخسوا اوزان مع وجود حالة صحية كويسة، ومع ان هما قادرين يكملوا عليه لحد ارقام غريبة، لحد 30 و40 كيلو، اكنهم بالظبط عملوا عمليات. وده بيكون البديل الاحسن انك تلجأ في الاخر لعمليات، رغم ان انا شايفة لو انسان حتى فشل في التحدي بتاع النظام ده لازم يكون صريح قدام نفسه، لو هو مش قادر يتقبل وزنه الزايد، مأثر على جسمه على حركته، اعمل تكميم بشكل امن او قص هكذا حسب الدكتور يحدد، في مستشفى كويسة او في مكان كويس مضمون، لان دي حاجة هتفضل معاك عمرك كله، اكيد مش هتفضلي طول عمرك متضايقة من شكلك وجسمك ومأثر عليك صحيا واجتماعيا ومتعقدة في شيء ممكن تحليه. ان شاء الله ما نلجأش للعمليات، فخلينا نقول النظام، وهو ببساطة نظام الكيتو دايت. انتوا اكيد سمعتوا عن كلمة الكيتو دايت دي، بقت يعني ترند موجود في كل حتة، حتى في ناس كتير بتبعت لي بيضحكوني يقولوا لي يا رضوى انت ماشيه على نظام كيتو، انا بعايزه اقول لهم لا خالص، انا ماشيه على نظام كالوريز مع ان انا بزود الدهون شويه. يعني هو ما كنتش ماشيه عمري على نظام الكيتو، بس كنت بحاول ابدا اجهز نفسي اني اخش على نظام كيتو او ابدا اتعلم عنه لفتره وارجع بعدها. يعني الهدف عامه في نظام الكيتو لو انت تبعتيه بشكل صح، ممكن نتكلم ان في شهر توصلي من 7 ل 10 كيلو، خاصه الاوزان اللي هي الضخمة، لان هم عادة بتفقد على الاقل 3-4 كيلو مية، ده بيحصل اصلا لو انت منظم اكلك في رمضان، وهنتكلم على 6 كيلو مثلا دهون لو انت كمان زودت حركة، يا الله ممكن يعني فعلا تخس في وقت قياسي وبدون ان شاء الله تأثير على الصحة لو اتبعنا التعليمات الصح. طيب خلينا نقول ايه النظام الكيتو والتعليمات. النظام الكيتو كالاتي، ان احنا بنحاول نقلل جدا افراز الانسولين، شبه نخليه يعني البنكرياس ما يطلعش انسولين قدر الامكان، والجسم يعتمد في طاقته مش على السكريات المحروقة، لا على الدهون المحروقة، بيطلع الكيتو باديز او اللي هي الكيتونات دي، وهي بعد كده بتتكسر وبتدينا الطاقة. الجسم عشان يبدأ يحاول يخرج من الاكل الطبيعي ان اعتماده على السكر والنشويات اللي هي بتتكسر بتحول لسكر في الجسم وبعد كده يتحرق ويدينا الطاقة، عشان الجسم يعمل الموضوع ده بياخد له 3-4 ايام. طبعا دول هيبقوا اصعب ايام في نظامنا في الكيتو في الاول، وكده كده الصيام اول 3-4 ايام صعب، الناس اصلا بتبقى شبه ما بتعملش حاجة، كل يقول لك انا صايم انا صايم. فبما ان اصلا رمضان كصيام صعب، وبما ان كده كده ده شهر يعني يعتبر الاكل فيه، عايزين نغير فكرة خالص ان رمضان ده شهر اكل خالص. انا دايما مقتنعة من وانا صغيرة ان رمضان ده شهر احنا ما بناكلش فيه. يعني انا ده كان طباعي، فوجئت بقى ان انا لما كبرت انه لا العكس، ده هو رمضان ده احنا بناكل فيه. فحابين ان احنا نغير الفكر ده تماما، وناخد دايما رمضان كل سنة تحدي ان احنا نحسن نفسنا في شيء. فخلينا ناخد التحدي في صحتنا وجسمنا. اول 3-4 ايام في الكيتو بيبقى صعب جدا، لان انت بتخرج من نظام حرق معين لنظام حرق تاني. الاساس في الكيتو ان انت كجسم بتعتمد على، بنتكلم على 75% من الوجبات بتاعتك هتكون دهون طبيعية مفيدة، زي بقى الزبدة والدهون الموجودة في الزيوت الطبيعية زي زيت جوز الهند والزيوت عباد الشمس وهكذا، وزيت الزيتون طبعا، وهنتكلم عن الزبدة الطبيعية، هنتكلم عن الدهون اللي موجودة في منتجات الألبان كاملة الدسم واللي هي مشبعة بالدسم الزيادة، من الآخر أكل اللي هو أكل الفلاحين، الأكل الزمان كده الدسم، حتى الفلاحين في كل البلاد، حتى هنا في تركيا أكلهم كده، يعني أكلهم في دسم فظيع، هو الأكل ده.
مع طبعا ان احنا بس هناكل بروتينات بنتكلم في 20% و5% بيبقوا النشويات والكربوهيدرات اللي هم اصلا يعتبر انت المفروض ما تحطهمش لان هم بيكونوا موجودين بنسب في كل الاكل اللي هو اللي انا قلته ده. فعشان كده احنا يفضل ان احنا بشكل كامل بنجتنب اي حاجة سكريات ونشويات وبنركز فيه ان احنا بناكل دهون مفيدة مع بروتين وجبتك. يعني انتوا مثلا متخيلين ان في الكيتو ده اكلات عاملة ازاي؟ يعني اديكم مثال فراخ مثلا مشوية سايح عليها جبنة متشوحة في زبدة، انتوا متخيلين الاكل عامل ازاي؟ مثلا بتاكل طبق مكسرات ولب ومثلا ممكن تاكل 3 4 فراوله، يعني هي فراوله والتوت مثلا هما اللي مسموح بيهم. بتاكل طبق سلطه بقى، يعني بتاكل بتعيش على السلطه خاصه الجرجير عشان يعوض نظام بيعوض الفيتامينات ونقصها في الجسم. نظام الكيتو مهم فيه جدا قبل كل حاجة ان انت تشرب كميات هائلة من الماء بعد الفطار. هنكون حاطين لنفسنا تارجت نشرب على الاقل 3 لتر مية. ليه؟ لان نظام الكيتو خاصة مش هينفع لاي حد عنده مشاكل للكلى، فعشان كده لازم نكون حذرين جدا جدا ان احنا نكون عندنا المية دي اساس. يعني من الفطار للسحور انت معاك ازازة او شيء وطول الوقت بتشرب مية عشان تعوض وتغسل جسمك. تاني حاجة احنا محتاجين املاح كتير، هنزود الملح شوية في اكلنا بتعوضها المكسرات المملحة. لازم تاكلوا مكسرات كتير، ويعني حلو ان احنا في رمضان اصلا مكسرات متوفرة ان شاء الله، حتى فول سوداني مملح يعتبر مثلا سعرا اقل في بعض البلاد. الحاجة التالتة ان انت ممكن لما بتروح اي مكان معزوم مثلا عند قرايبكم عند اصحابكم وهكذا، انت ممكن تاخد قطع الاكل اللي انت هينفع تاكلها وتاكل عادي معاهم. يعني عادة بتكون في العزومات في مثلا فراخ بانيه مقلية مع سلطة، ممكن يعني تقدر تاكل برة، تقدر تطلب اوردرز في اي كافيه او في اي حاجة، بتغير حاجات بسيطة جدا. الجميل في نظام الكيتو ان انت لو استخدمت السكر المحلى ودقيق زي دقيق جوز الهند او دقيق اللوز تقدر تعمل كيكس وعيش معمول بالكيتو. يمكن يكون ده صعب شوية وليفل اعلى، بس انا شايفة ان هو لو حد خلاص عايز بقى يعيش عليه فترة هيدي نفسه بدل جديد، هيعمل حلويات بالكيتو دايت. انا مش هقدر اديكم وصفات في الكيتو دلوقتي، هحط لكم في صندوق الوصف في الفيديو صفحتين يعني مقالة بتتكلم عن ايه الاكل اللي مسموح بيه في الكيتو وايه الاكل مش مسموح بيه. في زي صفحة كبيرة قوي على الفيسبوك بيقعدوا يتكلموا عن الكيتو وفي جروبات كتير، انتوا اكتبوا كيتو دايت. محتاج تقرا كتير جدا في النظام ده، تعرفي الوجبات. انا مش هقدر اقول لكم حاجات معينة نظرا ان في ناس كتير جدا من بلد للتانية بيختلف عندهم ايه الغالي وايه الرخيص، بس انا شفت يعني النظام ده ناجح جدا حتى في بلاد يعتبر الاكل فيها السلع دي غالية، لقيت ان هما لأ ماشيين على النظام لان نظرا ان فايدته وقد ايه هما بيفقدوا وزن مع صحة بالنظام ده خلتهم شايفين انه اولى نحط له ميزانية او اركز فيه وفي اكله، لان في الاخر بيوفر عليا حاجات كتير قوي، بيوفر عليا ان اروح لدكاترة، بيوفر عليا ان اعمل عمليات وهكذا. التحدي هيبقى حلو، الوزن اللي هتفقديه فعلا هيبقى رقم كبير. وكمان من مميزات الكيتو الفظيع ان هو بيقلل تعرضك لامراض خطيرة ربنا يعافينا زي الخلايا السرطانية اللي هي اصلا بتتغذى على السكر، وكمان الناس اللي بيبقى عندهم قابلية وراثية للسكر ان هو يكون عرضة لمرض السكر او اوريدي هم مرضى سكر. كل دي حاجات بتساعدك ان انت تكون في صحة افضل. قلتولي بشكل شخصي هل انت شايفة ان الكيتو ده نظام حياة؟ لا انا مش شايفة انه نظام حياة، بس شايفة انه كل فترة ممكن انسان يقعد عليه شهر شهرين ويرجع تاني نظام الكالوريز او اللي هو اي نظام يكون معتمد على تقليل النشويات والسكريات بس هي موجودة. وممكن طبعا، وخلينا ننبه على شوية تنبيهات. لازم تعرفوا ان الكيتو الصح بيحسب جدا وبيبقى منتبه لكمية السكر وكمية الكربوهيدرات، لدرجة ان في بعض الخضار والفاكهة مش هينفع يخش في الكيتو دايت، فمعلش نستحمل شهر وبعد كده نكمل في نظام اللو كاربس بعد كده. الحاجة التانية ان انتوا محتاجين تعرفوا ان برضو سكر المحلى الكتير ممكن يأثر عليكم وعلى جسمكم، فمش حلو ان انتوا تحطوه كتير لانه كمان ساعات بيفتح الشهية وبيبقى الانسان عايز ياكل اكتر. الحاجة التالتة لازم تعرفوا ان مش معنى ان انا ماشي على نظام كيتو دايت ان انا هاكل كميات مهولة، لان برضو هو انت بتاكل دهون كتير وبتاكل بروتين، بس الاساس ان برضو احنا عايزين نقلل كميات اكلنا قدر الامكان بحيث ان احنا معدتنا تصغر، ولما نرجع لنظام اللي هو السعرات الحرارية نقدر نعمله بمنتهى السهولة.
النقطة الخامسة، لازم قبل ما تبتدوا في نظام الكيتو دايت محتاجين ان احنا نعمل بعض التحاليل اللي هي بتقيس كرات الدم والسكر في الدم، وطبعا الحاجات التحاليل اللي علاقة بوظائف الكلى والكبد خاصة، عشان تكونوا على امان ان ان شاء الله مفيش اي مشكلة فتقدروا تعملوا النظام وانتوا مستريحين نفسيا. والحاجة السادسة، مشكلة الكيتو الاساسية انه مش هينفع تخرجوا منه، او يعني الفري داي والكلام ده محتاج بعد وقت، لان انتوا لو خرجتوا من الكيتو هتضطروا يعني تاخدوا 3-4 ايام عشان نخش في حالة وزيز بتاعة الجسم. فخلينا منضبطين قدر الامكان، معلش نصبر 30 يوم نوصل لهدفنا، وبعد كده نشتغل بقى رياضة، ابتدوا في العيد الصغير كله كحك بقى وكل اللي انتوا عايزينه، وبعدها نرجع لنظام اللي هو low carbs، او نقلل شوية من الاكل السكر والنشويات ونعمل نظام صحي. والناس اللي حابة كمان تكمل تاخد لها مثلا اسبوع راحة وبعد كده ترجع على طول على الكيتو تانية، لو هي بقى حاطة خطة تفقد مثلا 30 كيلو اللي هي الاوزان دي. وطبعا عايزين نعمل ولو رياضة بسيطة يوميا ان شاء الله 20 دقيقة، سواء مشي او ايروبكس او حتى زومبا، اي نوع من انواع الرياضة الخفيفة اللي هي ممكن تساعد الجسم يحرق اكتر. وخاصة البنات عايزة اقول لكم كمان نصيحة مهمة، عايزاكي تهتمي جدا بان انت تعملي زي مساجنج لجسمك بنوع من الزيوت، كريمات، ممكن تتفرجوا على الفيديو بتاع افضل كريمات هحط لكم في صندوق الوصف. ليه؟ عشان تحافظي على المحتوى المائي للجلد، مع فقدان الوزن ما يحصلش ان شاء الله لا تشققات ولا ترهلات ولا اي حاجة، لان المساجنج بالكريمات والزيوت بيساعد ان الجسم ما يعملش اي خطوط او بيعمل ترهلات او باي مشكلة في الجلد. واتمنى في الاخر ان انتوا تكونوا في اجمل صحة وسعادة، وكل عام وانتم بخير. وما تنسوش اعملوا سبسكرايب للقناة عشان برنامج رمضان حاجة مختلفة جدا، وهيكون معاكم حلقاته من اول يوم رمضان لاخر يوم رمضان كل يوم، فان شاء الله تتابعوه وهيكون مفاجأة لكل البنات خاصة. واشوفكم على خير، باي باي.